بعد انتشار خبر ولادة إيمي سمير غانم، أخيرا حسن الرداد طلع وحسم الأمر، وكشف الفنان حسن الرداد عن أول صورة لابنه، وده من خلال صفحته الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. نشر حسن الرداد صورة لطفله وهو ماسك إيده وعلق عليها وقال: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الحمد لله ربنا رزقنا وفي نفس يوم ميلادي بالطفل فادي حسن الرداد. اللهم أنبته نباتا حسنا واجعله قرة عين لوالديه وأحفظه وبارك لهم فيه واجعله من أهل الصلاح والتقوى. واسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جميع أولادكم وبناتكم إن شاء الله. وبكده عرفنا أن حسن رداد سمى ابنه فادي على اسم أخوه الله يرحمه، وده لما طلع في برنامج إعلامي وقال إن لو ربنا كرمه وجاب ولد هيسميه فادي على اسم أخوه، كلنا ندعي لأخوه بالرحمة والمغفرة. وبعد انتشار البوست انهالت عليه المباركات والتهنئات، وكانت أكثرها من الفنانين وزملائه في الوسط الفني، وكانت أولهم الفنانة هنا الزاهد اللي قالت: ربنا يحفظه يا رب ويخليه ليك أنت وإيمي ما شاء الله. أما بقى الفنان عمرو سعد فكتب وقال: ألف مبروك، ربنا يجعله وش خير وسعد ويفرحكم بيه. أما الفنانة درة فكتبت وقالت: مبروك، ربنا يحفظه لك يا حسن أنت وإيمي، يتربى في عزكم. لكن بقى خفيفة الظل شيماء سيف كتبت وعلقت وقالت: ما شاء الله، الله أكبر، يا رب يحفظه ليكم يا رب، مبروك يا حبايبي، ألف مبروك. وكثير جدا من الفنانين والمتابعين كانوا مبسوطين جدا بنشر الخبر، لكن في قلة قليلة لازم تدس العسل في السم، ومنهم اللي قالت: يعني بعد كل ده جاي تقول لنا ان انت خلفت؟ طب ما احنا عارفين ان مراتك كانت حامل وانتوا كنتوا مخبيين وخايفين من الحسد، على ايه؟ ما نعرفش، محدش خلف غيركم ولا ايه؟ وطبعا هنا الناس نفوسها مريضة جدا وعمرها ما تتغير. وفعلا حسن رداد كان عنده حق لما قال: انا اقول اسرار بيتي ليه واقول حياتي؟ الناس ما بتسيبش حد في حالها، واحنا ما شاء الله العين علينا على طول. الفنانة إيمي سمير غانم وحسن الرداد ربنا رزقهم بفادي حسن الرداد. واخيرا المستخب ظهر وبان، والف مبروك يا إيمي انت وحسن، وعقبال المرات الجاية وتجيبوا دستة عيال.